كيف حالك؟ معاني داليا ومعاني علق هندي تقول جيب شيف شو قدعه درها يا غالي غالية كمان أنا غالي أنا أحد واحدة إنها أمي قلت لي لينا بتقضم فيزن قال شنو؟ لينا بتقضم فيزن خالته لبنى خالته لبنى عزماني غدا انتهي في بيتكم أي يوم نبى تحدد إلي أمور التوزيعات دي خليها ما واضحة وزعتك أنا ما جينا يا زول بجيك أنا ما جاك أنت أنا جاي خالته لبنى تعطيني ساي مرتاجة عزومة يعني هاي تقاراني هنا أنا ضيفة ولا هيك تيجي ساعتي كل يوم معي في المباشر تعالي ساعتي في المباشر فين حاضر ها؟ شو مرة في ذول شاكلة؟ أها بديتي بديتي وبيران من أغلب أنا أسمعيني البيت قال الله بتعمل 50 نفر مين؟ البيت قال خشم عاني زيكم ما ترفضوني المشكلة وين السي لو طلعت معاكم وتونست معالينا ضعيف معالينا الضعيفة ومع أشرف كراوش معالينا الضعيفة مع أشرف كراوش السمين عن العكسة هاي معالينا الضعيفة لين أنا عم بقولك شنو بقولك الضعيفة عشان ما تزعلي اسمعني يا حسام بقولك أنا ما بعرفك بيجهلك ما بعرفك بيجهلك والله صح ما يعرفني والله تعرفها في 50 سنتي والله هنا فاضر معك ساي لا لا ما نبرد أشرف كراوش أنت والله ممثل كوميدي يا حسام الحين تعرفنا بتاعين ضحك وبتاعين كده بس وانا ذاتي بتاع كده والله ما قاعدين نلعب جولات انا ذاتي والله ما ادري العب جولات ما عندي اي موضوع زيكم كده دارين ما عندي العب مع صور ليه ترسل جولات انا ما صغير يا بيتو اي دم ازوز ليه ترسل جولات ما رسلت انا هو انتو رسلتو يا اخي ترسلتها يا زلمه انا ما رسلت خلاص خليت ما ترسل جولات يا حسام يا ربيع بيحضرونا وين دارين تنزلوني بس ما عندي العب مع صور نحن يا إيه ما أنا ما رسلت ما قاعد نلعب مع صور بنلعب مع فيديو فيديو ولا ريل حسام حالك بيكم يا حسام حالك بيكم انت حالك بمجان يا زول الصالون حقنا حسام خلاك شو كذاب كيف ضايع صاروا مصريين اختارك كذاب كده مصريين شنو مصريين فطروا يا زول سودانيين يا مان والله صاروا مصريين مين المراية اللي مشيت الصوت انا قلت مين بيكم مالك يا علينا الضعيفة هاي عربيتك سمحة يا شباب ديف انت عارف حيجيك حيجيك يا رغان في خشمك ياخذها يا رغان في حديقه حيجي لي ارق في خشمك انت عارف ايش اذا تاكل خشمه بقى تعبان بياكل بيمضغ كده عن زي السمك البر المويه البيت قال والله بقى حقها 40 نفر بس القبيلة المصرية يا جماعة طبعا نفسي بيكم من المكالمة اللايف هيكفي الله يحيكفي أول حاجة تقول السبع بنات الحابيهم مع بعض ديك عنده سبع حابيهم مع بعض كده ما حيقدر يرد على أي واحدة لأنه مضرب في نفس الوقت هذا خلوا مكالمة جماعية. أقول لكم قولوا لي سوا من؟ على الله فاتحين هناك يا جماعة. الله ما شنو؟ تعال عزيمنا ما تذكرك ساي. من جابري شنو هدية غالية؟ يا أشرف. العربية دي. جابري هدية غالية. يا أشرف. دقيقة. أنا نازل قاعد بيجي اللايف ديال الضفادع ما بظهرك هاي من جايبك حد ما بظهرك الله غالي شنو
اسمع عزماني الفريق طبعا عندي لا لقاعي بيتا طبعا المحل معلق البيت بيتك كله هنا صالوا صالونا كي يشينا الله يعزك يا غالي تسلم يا غالي اسمع قلت له ما تعزمنا قال لي ما تعزمكم لينا ايش بك ده واحد الله ما شيء بقع انت عارف بعد شويه يا لينا بعد شويه حتحصلي مرحله ما بتلوكي بتبلعي بس ثاني والله حتحصلي مرحله ما حتحصلي مرحله تبلعي بس يا دول هاي بتاكل عليه كلها يا جماعه طبعا انا ما حسيت بها حر الا بعد ما انتهت الا بعد بلعت وده طيب يا مول يا حبيبي يا اخي السنه الجايه كده زي ما عايز يا حبيبي يا اخي انا بقول لكم طيب بس انا جاي بيكو غنيان وبيمر اسمعوني هوي والله انا ما شاغل تليفوني فوق 5% حركك بيش